أعطت مبايعة لواء داود الأولى لتنظيم الدولة قوة ودعما عسكريا كبيرين، كيف لا واللواء يعتبر من أكبر الفصائل العسكرية في إدلب وريفها، حيث يضم أكثر من 1000 مقاتل وعددا كبيرا من الآليات العسكرية. لم يكن انضمام لواء داود إلى التنظيم دون مقابل، فقد نصب أمير التنظيم قائد اللواء حسان عبود السرميني أميرا عسكريا للتنظيم في إدلب وريفها، وما لبث أسابيع عدة ليعلن اللواء اعتزاله قتال أي طرف ثوري في بدايات العام الجاري وانحصار قتاله ضد قوات النظام، وذلك بعد حادثة انسحاب عناصر التنظيم من مدينة بنش وريف حلب الغربي ومعاركهم ضد الثوار، ليظهر لواء داود بعدها وينضم للمرة الثانية لتنظيم الدولة ويبايع البغدادي. لواء داود خرج على رأس رتل مؤلف من أكثر من 130 آلية عسكرية، وأشاع أن الرتل متوجه إلى حلب لصد قوات النظام عن محاصرتها، وذلك من أجل عدم اعتراضهم من قبل بقية الفصائل، ليلتف لواء داود حول حلب من جهتها الجنوبية ويكمل طريقه إلى الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة في سوريا، وذلك بعد مروره من أماكن تمركز قوات النظام قرب مطار أبو الظهور وخناصر، ما اضطر قائد جيش الشام إلى إصدار بيان بفصل لواء داود لعدم التزامه بميثاق الجيش. ناشطون رأوا في تصرفات لواء داود خيانة كبيرة لدم الشهداء وطعنا للثوار من جهة وللثورة بأكملها من جهة أخرى.